طبعا طبعا المحاضرة هاي يعني بشكل طارئ احنا بدنا ناخذها على زوم ميتنج مستقبلا، بس احل المشكلة. الظاهر عندي اكو مشكلة، بعدين شو بعدين استشير واشوف شنو المشكلة عندي، لان الصوت ما دا يفتح عندي، يعني ما اعرف شنو. وهو هذا يعني طبعا تطبيق جديد، فبالبداية اي تطبيق شوية لازم بيه مشاكل، وان شاء الله تنحل. ف انتوا طلاب فرع الاحياء المجهرية، ابتداء انا متفائل بيكم لان بدي اشوف حضور كامل. وطبعا الحضور على مود تكونوا انتوا بالصورة، الحضور على درجة حسب توجيهات القسم، فلذلك ضروري حضوركم دائما. اوكي، اللي ما يقدر يحضر فيبلغني، يقدر يكتب على التليجرام او على يبلغ توقع، وهي او الممثل مالتكم، يعني اعتقد عندكم 2 ممثلين. اوكي، فذولا يعني هم يكون مسؤولين عن هذه الامور الفنيه قدامي، واي تفصيلات بالنسبه للمحاضره. المحاضره ماده المناعه، يمكن انتم الماده لاول مره تاخذوها، سامعين علم المناعة، لكن تفصيلات علم المناعة وطريقة دراسته جديدة عليكم. أول شيء أنه لازم أكو بعض الأمور تتقيدون بها تماما. مادة المناعة ممكن تكون أجمل مادة تدرسوها، وممكن تكون مادة مزعجة بالنسبة لكم. تعتمد على شنو؟ تعتمد على متابعتكم. أنتم صرنا 52 سنة ما شاء الله، زدنا. أوكي، ها ويا يمكن أي 51 نصير. فمتابعتكم للمادة، شنو متابعتكم للمادة؟ أول شيء كل طالب عليه يمه يخلي ورقة وقلم. أوكي، المادة اللي أنا أريدها بالنسبة للامتحانات هي المادة اللي أنطيكم إياها، واللي بعدين أحدزكم إياها كمحاضرات أو كمصدر كتاب. أوكي، مثبت. لكن التوضيحات والمعلومات والشرح اللي أشرحها هو مهم جدا بالنسبة لكم على مود تفهمون المادة. وإلا المادة إذا ما حضرتوا وما كتبتوا هذه الملاحظات، راح تصير عندكم مشكلة بالنسبة للمادة لسبب بسيط، إنه مادة جديدة أنت ما دارسها قبل، فكأنه بدنا نبدي بها ألف باء تاء جيم حاء أو أي بي سي دي. أوكي، فلذلك مهم جدا إنه أنتم تكونون مواظبين. بعد أكو نقطة مهمة، بعد أن تخلص المحاضرة لا بأس وضروري انه انت تراجع الماده لمده 10 دقائق، من 10 دقائق الى نص ساعه تباوعها، او تراجع الملاحظات على مود كانه الماده يعني مر عليها او اطلعت عليها مرتين، وبالتالي يعني تبقى ببالكم، تبقى هاي الشرح ببالكم. مو لانه انا اختصاصي مناعه، مو لانه اختصاصي مناعه، بس حاليا يعني كل المشاكل ممكن تصير بسبب المناعة، وكل الحلول ممكن تيجي عن طريق علم المناعة، وبالتالي مادة مهمة وعلم مهم. أضيف لكم أنه كمادة تدرس بكل الكليات العلمية الطبية، من كلية الطب إلى كلية الصيدلة إلى كلية التمريض إلى كلية يعني التقنيات الأحيائية أو التحليلات المرضية. كل ال 51 كل الكليات العلمية الطبية هي تدرس، ومهم بالنسبة لها علم المناعة. ومن الضروري أن يدرس يعني مادة علم المناعة تدرس بشكل صحيح. أوكي، فلذلك كلش مهم أنه حضوركم ومتابعتكم إلي. أنا عادة حتى ما أخذ حضور بالنسبة لل من كنا ندرس يعني بالقاعات أو هذا، لسبب بسيط انه اللي ما يحضر هو اللي راح يخسر، هو اللي بعدين يصير عنده مشكله بالنسبه لعلم المناعه. المحاضره اللي راح نعطيها او كل محاضره راح نعطيها، هذا الكلام طبعا كلش مهم على مود لا تنصدمون انتم، مو دا اخوفكم وانما دا اوضح لكم خطوات شغلنا احنا. المحاضره اللي راح نعطيها بالبداية راح تشوفون انه المحاضرة انتم تروحون تقرون تقولون احنا ما فهمنا من غير 10%، هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء طبيعي. المحاضرة اللي تيجي بعدها راح تفهمون 20% وترجعون تفهمون
20% من المحاضرة اللي سبقها، بمعنى أنه كل المحاضرات هي عبارة عن سلسلة. السلسلة هي عبارة عن حلقات، هذه الحلقات رقم واحد هي نفس رقم 31، شلون السبحة. فلذلك ما تفرق يعني محاضرة عن محاضرة، غير أنه هذه المحاضرة الثانية تفهمك المحاضرة، تفهم محاضرة ثانية وتفهمك المحاضرة الأولى. هذه المقدمة كلش مهمة وانتهينا من عندها. هسه نيجي ندخل في صلب موضوعنا. قبل أن ندخل في صلب موضوعنا، أحد عنده استفسار؟ ما حد عنده استفسار. إذا أحد عنده استفسار يعني أو ملاحظة خليه يقول لي. زهراء ماجد، دخلتي أبو زهراء أنت؟ نعم دكتور دخلت. تمام أوكي تمام. باولي، علم المناعة هو بالبداية يعني طريقة اكتشاف علم المناعة هي عبارة عن ملاحظات، مجموعة ملاحظات. يعني شنو ملاحظات؟ يعني ظواهر. أوكي، يعني سابقاً يعني تعرفون يعني العلم مو بهالغزارة ولا بهالعمق، فحتى عملية الطب هو عبارة عن مبني على تجارب. هذه التجارب أيضاً هي مبنية على أسس المشاهدة والخبرة مو أكثر. أوكي، فلذلك علم المناعة ابتداءً هو يسموه الأوبزرفيشنز، المشاهدات أو الملاحظات. شلون الملاحظات أو المشاهدات؟ بمعنى لاحظوا أنه مثلاً مجموعة أشخاص أصابون بمرض معين، أوكي، قسم من عندهم أوكي أصابتهم تكون خفيفة، وقسم من عندهم تؤدي إلى الموت، الوفاة. أوكي، شلون هسه إحنا عندنا بالنسبة للكوفيد 19 أكو أشخاص عندهم وقسموا، قسمت شدة الإصابة اعتماداً يعني الى اربع مراحل، اللي هي المايلد الخفيفه والمودريت اور سيفير اند كريتيكال اللي هي الحرجه. هذه الامور ادت الى انه الاعتقاد انه هنالك يعني ما يثبت وجود فروقات بين الاشخاص. هذه الفروقات لحد الان يعني في ذلك الوقت كانت مبهمه. اوكي زين، ايضا لاحظوا انه مثلا على سبيل المثال انه الاشخاص الذين يعملون يعني بمجال تربيه الابقار ما يصابون بالسل. اوكي، ما يصابون بالسل. الشخص اللي يختلط بالاشخاص مصابين بالجدري ممكن تكون عنده اصابات خفيفه. اوكي، هذا أدى إلى شنو؟ أدى إلى الاعتقاد أنه هنالك عوامل مناعية. هذه العوامل المناعية ممكن أنه تحمي جسمنا من الإصابة بالأمراض. أوكي زين، هسه إحنا أكو عندنا المحاضرة، يعني بالمحاضرة لازم نأخذ الهيستوريكال باكينج جراوند. الهيستوريكال باكينج جراوند هو يعني فكرة الإميونيتي، the concept of immunity from disease dates back to the latest. يعني هي يعني كلمة أميريكي أو هي القرن الخامس الميلادي. أوكي، هذا شو يعني ما كلش يعني، بس أنتوا أنا أشرح لكم إياها. أوكي، أيضا يعني كلمة أميريكي تقسم إلى قسمين، وأنا هي موضحة شوية. أريدكم بالبداية طلابي تتحملوني، دمي راح يكون كلش ثقيل، شرحي راح يكون كلش جامد، الى انه نبدي نفرزن. تمام، متفقين على هذا الشيء؟ انتم كلكم طلاب متميزين، يعني انتم بالفرع اللي يعتبر القمه بالنسبه لبقيه الفروع، ولذلك كلكم شطار جايين ومؤهلين انه تدخلون هذا الفرع، فشو اراد لكم صبر. اوكي زين، من هذه المحاولات على سبيل المثال الجدري اللي هو السمول بوكس لاحظوا انه الاشخاص المصابين بالمرض الجدري، اوكي، الناس اللي يختلطون بهم
ممكن انه ما يصابون. فلذلك ايش سووا؟ اخذوا القشور مال مرض الجدري وبدأوا يستخدموها كلقيحة أو مواد للتلقيح. أوكي، إحنا لحد الآن ضمن شنو؟ ضمن ظاهرة أو ضمن المشاهدات. أوكي، فإذا لاحظوا أنه هذول إذا يعني يصير عندهم إصابة خفيفة أو ما يصير عندهم إصابة للتالي. إذا هنالك بعض العوامل المناعية، هذه العوامل المناعية ايش بيها يعني؟ ده تؤدي إلى منع حدوث الإصابة. هسه احنا نيجي نحكي حكي علمي نربطها. هنا أنا بالحقيقة شنو اللي دا يصير؟ نحكي على مستوى الكاووكس، العفو، التي بي البقري والتي بي البشري. أوكي، العامل المسبب اللي هو التوبركلوسز، مايكروبكتيريوم توبركلوس. اوكي، سامعين بهاي البكتيريا؟ سامعين بهذه البكتيريا سابقا؟ التي بي، بكتيريا التي بي. اي دكتور، نعم ما صدق اليوم. نعم ماس نعم. لاحظوا انه قلت لكم انه الاشخاص اللي يشتغلون بمجال تربيه الابقار تصير عندهم اصابه خفيفه. اوكي، هنا اذا اللي يعني جاب فد اعتقاد معين ان هنالك تشابه بين التيبي البشري والتيبي شنو البقري. اوكي، فلذلك الذي يصاب بالتيبي البقري، اوكي، نتيجه ملامسته ونتيجه احتكاكه بهذه الابقار، ايش راح يصير عنده؟ راح يؤدي هذا الموضوع الى تحفيز تكوين عوامل مناعيه. هذه العوامل المناعيه ممكن تشتغل ضد شنو؟ ضد التي بي البشري. واضح الفكره؟ بمعنى اني اجيب جزئيتين اجيب، هذول الجزئيتين متشابهين بنسبة 50% أو 60% أو قد يكون 70%. أوكي، هذه 60% أو 70% كجهاز مناعي إيش راح يسوي؟ راح يقراها. أقرب لكم الصورة، يسوي لها سكرين إلى هذه الجزيئات. أوكي، هذه 60 أو 50 أو 70 هي المواد اللي تحفز الجهاز المناعي على تكوين عوامل مناعيه ضد هذه المركبات او ضد هذا الميكرو اورجانيزم. اوكي زين. فاذا هنا أنا زين، البقيه سؤال واحد يسال يقول لعد 30% او 40% ذيك شنو؟ ذيك خاصه بامراضيه المايكرو اورجانيزم. المايكرو اورجانيزم على مود يدخل تعرفون كل زين، ودارسين بكتيريا مرضيه، مو دارسين احياء مشاهديه بشكل عام. اوكي، بصف اول كليه، انه على سبيل المثال يعني البكتيريا، هذا البكتيريا تدخل تتموضع وتبدي تنتج يعني تفرز مواد عوامل ضراوه او عوامل ضراوه وتتمكن وتسوي كولونايزيشن وبالتالي تسبب لنا شنو؟ امراض. هذه يعني امكانيتها على الالتصاق وتكوين امراض، هذه تعتبر من ضمن صفات المايكرو اورجانيزم نفسه تحديدا بشكل خاص. اوكي، بقيه صفاته اللي احنا نسميها بعلم المناعه الصفات المستضديه او الصفات الاستمناعيه. اوكي هذه هي اللي تحفز على تكوين عوامل مناعية. هذه العوامل المناعية تحارب شنو؟ تحارب المايكرو اورجانيزم. بمعنى انه اني ال ال يعني الإصابة بالمايكرو اورجانيزم، الجهاز المناعي راح يقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى هو شنو؟ القضاء على العوامل الغازية اللي هي شنو؟ اللي هي المايكرو اورجانيزم. اوكي، بنفس الوقت شو يسوي؟ يحفظ شكل هذا المايكرو اورجانيزم، يحفظه، يخزن صوره من عنده. شو يفيد
يعني شنو الفائدة من هذه؟ الفائدة من هذه انه هذا المايكرو اورجانيزم اذا مرة ثانية دخل راح يتصدى له بشكل اقوى ويمنع اصابته. اوكي؟ ويمنع اصابته. نرجع للفكرة الاولى اللي هي شنو الفكرة الاولى؟ اللي هي انه التيبي البقري ايش صار ومنع الاصابه مره ثانيه بالتي بي البشري؟ لما دخلت هذا المايكرو اورجانيزم الجهاز المناعي اتعرف على الاجزاء المتشابهه بين الجرثومتين. ويا شباب يا بنيات يا شباب الفكره ده توصلكم؟ اي دكتور. زين دكتور انا شويه يعني صار عندي التباس بالمعلومات. اللي هي شنو يا معلومة عندك التباس بيها؟ ما قاعد افتهم هاي. مو عادي طبيعي طبيعي. مو قبل الفكرة ما تيجي. الو احكي بابا. من يدخل من شرحت على البكتيريا استاذ فشوية نعم. انفصل النت والله عندي وكل شيء ما يخاف ما يخالف ما يخاف عادي ماكو مشكلة ما يخاف. انا بالمناسبة هاي مثل الاغنية كل يوم نعيدها الصبح مثل فيروز كل محاضرة. فهذا هو راح تسمعوني هذا الحكي بالنهاية تطلعون من يمين انتم فاهمين بإذن الله تطلعون انتم فاهمين تمام يعني. فش قلنا؟ قلنا الجهاز المناعي راح يتعرف على الأشياء المتشابهة بين الجرثومتين. أوكي تمام. يكون عوامل مناعية ضد الجرثومتين بالحقيقة. ليش؟ لأنه هو ما له علاقة. هو تعرف على أجزاء يسموها الأجزاء المستضدية. أوكي هنا الجهاز المناعي اتصدى له للمايكرو أورجانيزم وبنفس الوقت أخذ صورة من عنده. شو سوى؟ هذه الصورة ضمها بذاكرته. شنو هاي ذاكرته؟ يسموها الخلايا الذاكرة. الخلايا الذاكرة شو تسوي؟ من لما راح يدخل المايكرو أورجانيزم مرة ثانية نفسه لازم شرط نفسه يتعامل وياه بشكل قوي بشكل قوي وبالتالي شنو يضربه ويمنع حدوث الامراضيه ويسبب امراضيه. وطبعا هذه اذا انتم يعني عندكم فكره عن الموضوع هذه هنا أنا. تسمعوني طلابي؟ انطفت عندي الكهرباء بس عندي OBS. اي دكتور. اوكي دا تسمعوني هاي يسموها الخلايا الذاكرة. هنا طبعا شنو هو نفس فكرة اعطاء اللقاح. اوكي زين. هذه الجزء الاول شرحت لكم اياه اللي هو وطبعا هذا الهيستوريكال باك جراوند كليته مرتب. اوكي عندكم هنا هسه نيجي على هسه احنا راح نقطع المعلومه هسه وانا اريدكم ترجعون الى المرحله الاولى اللي هي شنو هي مرحله الكاو بوكس والسمول بوكس. اوكي والتيبي البشري والتيبي كمشاهدات او في التفاصيل اللي حكيت لكم يعني. نيجي على اليمن اجى حقبه زمنيه ورا بعد الحقبه الاولى حقبه المشاهدات عالم اسمه ادوارد جينار. اوكي ادوارد جينار and the first development of the first safe vaccine for smallpox. Okay. هذا إدوارد جينر سوى عيني. إدوارد جينر طبق هذه المشاهدات شنو بشكل علمي. Okay. الو طلابي تمام دكتور تمام دكتور تمام يعني السوى اخذ المايكرو اورجانيزم نفسها مال السمول بوكس وضعفها خلاها تفقد قابليتها على الاصابه. اوكي منين حصلها؟ obtained from cow box lesion that appeared on hand of the dairy maid يعني المناطق المتصلبة. اوكي سوالها عيني 6 weeks later he
inoculated the experimental subject with the smallpox without producing disease. لاحظ أنه مدى يظهر شنو مدى تسبب لنا disease. إذن أول محاولة تلقيح ولفهم الجهاز المناعي حقيقية كانت على شنو على يد منو على يد إدوارد جينر. إدوارد جينر بعد ذلك طبعا إدوارد جينر سوى قام يبتكر طرق معينة تفصيلات معينة يكتشف من خلالها أوكي يعني بروسيجر فاكسينيشن ذو افيكيسي عالي يعني ذو فعالية عالية. بمعنى شلون هنا قام يشوف مثلا هل إذا هو زيد الجرعة هل إذا زيد الجرعة مال الميكروغنيزم هنا راح يعطينا مثلا يعطينا استجابة قوية أو حماية قوية وهكذا. بسرعة هذه شنو هذه الفكرة انتشرت في كل أوروبا انتشرت في كل أوروبا أوكي. طبعا أنا بصراحة أحكي لكم أكثر شيء أضوج من أشرح الهيستوريكال باك جراوند لأنه أطلع من إطار الموضوع وظل. المهم عام 1875 أكو واحد عالم له اسمه روبرت كوخ. روبرت كوخ هي isolated an infected lymph node from the rabbit and was able to show that the bacteria contained within them could transfer disease to the animal. He developed and defined the techniques necessary for the cultivation of bacteria including the development of agar growth media. هذا سوى يعني هذا أخذ عزل مايكرو أورجانيزم. هذه المايكرو أورجانيزم نماها خارج جسم الحي على الأغار. He was appointed the Institute of the Hygiene of Berlin where the المهم خلاصة الفكرة أنه هو عزل وحصل على شنو قدر يعزل المسببات المرضية. طبعا هنا احنا اذا نريد نفهم اي شيء اللي نفهم لازم نفهم سلوكياته. تمام عيني زين. هسه راح ارجع لكم على الفكره الرئيسيه و راح ارجع اقول اتحملوا ثقل دمي بالبدايه بعدين لا راح شوي يعني يخف الدم ورا فتره راح يخف الدم ورا فتره زين. اذا اللي نستنتجه من هذه التجارب انه العوامل الممرضه عندما تدخل الجسم اكو ضدها اسلحه. هذه الاسلحه هي اللي شنو هي اللي تقينا وتحمينا من الاصابه. اوكي زين. واحد يسأل إذا هذه العوامل المناعية تتكون وموجودة داخل أجسامنا ليش يصير عندنا إصابات؟ ليش دي يصير عندنا إصابات؟ حد يقدر يجاوبني؟ شلون دكتور؟ هذا السؤال؟ السؤال راح أعيده. إحنا داخل أجسامنا أي مايكرو أورجانيزم أي مسبب مرضي يدخل لداخل أجسامنا يعني أكو تتكون ضد عوامل مناعية تحمينا من هذه العوامل المرضية. إذا إحنا ليش نصاب بالأمراض؟ دكتور ممكن انه مثلا مرات احنا ناخذ انتيبايوتيك قبل ما تبدي المناعه مال جسمنا تشتغل فبذلك احنا راح نثبط عمل الجهاز المناعي فما راح يشتغل بالصوره الصحيحه. او من الممكن انه بعض الاجسام اللي تدخل للجسم تكون اكثر مقاومه من جسمنا المناعي اكثر قوه فبالتالي ما راح اكثر قوه فما راح تعتبر مقاومه. شو اسمك انت الحكيتي؟ نور عدي. نور عدي انتبهي يا ابوي. يعني قصدك انه انا من خلال كلامك افهم انه هي الانتيبايوتكس قبل ان تكتشف الانتيبايوتكس ويتم استخدام الانتيبايوتكس كانت الناس ما تتمرض؟
لا أستاذ تتمرض، بس هم أنا يعني أقول قوة الجسم الغريب اللي دخل للجسم، إنه هو سيطر على الجسم كامل اوكي. والبيئة أيضا. باعوا اللي انتبهوا. الجهاز المناعي هو كتعريف، او المناعة هي كل الفعاليات الفسلجية. كل طبعا علم المناعة هو جزء من الفسلجة. هي كل الفعاليات او الانماط الفسلجية. اخاف ينقطع شو اسمه هذا، انتم مشتغلين زوم ميتنج قبل، فنرجع نفتح وندخل مرة ثانية. اوكي. كل الفعاليات الفسلجية التي يقوم بها الجسم، اوكي، لغرض حماية نفسه ضد العوامل المبرمة، ضد العوامل المبرمة. أولا، الإصابة بالأمراض مو معناتها أنه الجهاز المناعي، مو معناته الجهاز المناعي غير قادر على القضاء عليه. أوكي، أثبت لكم هاي الشغلة. شلون؟ يعني إحنا أي مرض يصيبنا يتغلب علينا، لو في معظم الأحيان الجهاز المناعي يتغلب عليه، في معظم الأحيان يتغلب عليه. أوكي، هنا معناته أنه الجهاز المناعي في كل مرة يخوض معركة ضد العوامل الممرضة، وفي أغلب الأحيان ينتصر. أوكي، زين، هذا الحكي كله بدي أحكي هسه. يقولون دكتور هذا يعني هذا إلى صلب، هذا هو أساس كل المفاهيم اللي أنا راح بعدين أشرحها. تمام عيني؟ زين، بشكل عام المناعة تنقسم إلى نوعين، يسموها نوع المناعة المتأصلة الإنات أميونيتي، والمناعة المتكيفة يسموها الأدابتف أميونيتي. أوكي؟ زين، هسه أنا قبل شوي إيش قلت لكم؟ قلت لكم أنه العوامل الممرضة تدخل والجسم يقوم ضدها بكل الفعاليات الفسلجية. اوكي، واساس الموضوع ايش راح تتكون؟ راح تتكون خلايا ذاكره تتذكر طبعا بس تشوف التليجرام مالتكم، تتكون هذه خلايا ذاكره تتذكر العوامل الممرضه وتحاول تتصدى مره ثانيه لهذه العوامل الممرضه وتمنع الاصابه، تكرار الاصابه. تمام عيني؟ زين، اذا الجهاز المناعي ينقسم الى قسمين، الانت اميونيتي اللي تشوفوها بالشو عندكم، يعني اللي تشوفوها بالشو الانت اميونيتي، اند الادابتف اميونيتي. الادابتف اميونيتي نعرف هسه نتش على الانت اميونيتي. احنا مثلا على سبيل المثال، الله يشفيكم الشر، دائما بعمليات الحروق اللي تصيب بعض الناس، اوكي، باعتقادكم انه الوفاة اللي تحصل في معظمها سببها الحروق، لو لها سبب اخر؟ لها سبب اخر دكتور. شنو السبب الاخر؟ الجسم من يحترق راح يروح أول دفاع للجسم اللي هو الجلد، فراح تدخل البكتيريا يتسمم الجلد، الجسم العفو، اي فيموت. انت ايفون ده تحكين ام الايفون ده تحكين؟ اي ام الايفون. ام الايفون عيني مبدئيا اكتبي لنا اسمك، لا تحطين ايفون عاود نعرفك. اوكي، هاي مبدئيا. أوكي. اجابتك صحيحه. اذا اول بتول باي ذا واي، اوكي ثانك يو. اذا اول دفاعات الجسم اللي هي شنيه؟ الجلد. اوكي، الجلد. زين، فرضا صارت عمليه يعني شلون، تكسير او ديفكت او فتخل المشكله بالجلد. اوكي، دخل المايكرو اورجانيزم، هل دخوله معناته انه الجسم ما راح يتصدى له؟
لا أكيد راح يتصدى له، بس يعني يجوز إنه البكتيريا كمياتها أو الملوثات دخلت بكميات كلش كبيرة للجسم، بحيث إن الجسم بعد ما قدر بس يقاوم. أو بس بس اريد من عندكم، اريد من عندكم فد شغله، كل الطلاب تسمعوني بليز. لا تروحون على الافكار الكبيره، مو كلش مهمه هسه، تمسكوا بالفكره الصغيره وثقوا بيها. شنو نثق بيها؟ يعني انت مثلا قلتي انه الجلد اول دفاعات الجسم الجلد، إذا ورا الجلد اكو أيضا دفاعات، اكو أيضا دفاعات، أوكي زين. أنت هسه قلت الجلد، تمام؟ الجلد هذا احنا أساسا يعني كتركيب منين جاينا؟ منين جاينا؟ الجلد احنا جاينا وراثيا وارثي، يعني بمعنى كصفة جاية من جينات محمولة على كروموسومات، وكل واحد جاي سمك الجلد وهذه من اهله ومن عائلته، تمام عيني؟ ولذلك اكو اشخاص سمك الجلد يكون عندهم ثن، واكو عندهم ثيك. اكو شيء حلال لو ماكو؟ اكو لو ماكو؟ اكو. انا اقول لكم اكو. وما دام انا اقول لكم اكو، استاذكم انتم تثقون بكلامي المفروض، اكو. اوكي؟ زين. بعد انه يتم اختراق الجلد، اوكي؟ راح تجي بعض المصدات الاخرى للجهاز المناعي. اوكي؟ زين. هسه الجلد كدفاع، الجلد كدفاع شو يعتبر؟ هل هو دفاع ميكانيكي ام دفاع كيمياوي ام دفاع بيولوجي؟ ميكانيكي. 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 بعد منو عنده بعد اجابه؟ يلا حسين، فاضل، لاشوف، علي، جالكسي نوت 8. اوكي انتبهوا طلابي، راح شوي اعطيكم تفصيلات اكثر. هذا الجلد، الجلد احنا من نبذل جهد نعرق لو ما نعرق؟ نعرق. أيه. هذا العرق كمادة شو تعتبر؟ قاتلة، مؤثرة، غير مؤثرة بالنسبة للمايكرو أورجانيزم؟ ما حد جاوبني. يعني هي تعتبر شيء أحسن، يعني مفيد للجسم لأنه يعني تطلع الإفرازات أو زين إفرازات. هذا بس الإفرازات. هو تعتبر إفرازات العرق مثل كيميائية. عفية، عفتيلك، منو قال كيميائية؟ أني دكتور بسمة مهدي. بسمة، إذا إحنا هنا إضافة لكون الجلد إفراز كيميائي نعم متكون يعني من أملاح أو نعم وياك وصلت الفكرة. إذا إضافة لكون الجلد، إضافة لكون الجلد مصد ميكانيكي، أوكي؟ إذا ممكن نعتبره أيضا مصد كيميائي، صح لو لا؟ كيميائي مو زين، هاي نقطة زين. أكو بالجلد، أكو بالجلد مايكرو أورجانيزم تعيش أحيان جهرية، هذه تهاجم الباثوجينيك مايكرو أورجانيزمز. إذا النورمال فلورا، نعم عشت إيدك، يسموها الميكروبيوتا. هنا بهالحالة معناته إنه ممكن الجلد ان نعتبر شنو بيولوجيكال هنا، صح لو لا؟ اذا الجلد ممكن يكون ميكانيكال كيميكال ممكن فيزيكال وبيولوجيكال. مقتنعين بهاي الفكره ولا ما مقتنعين؟ قولوا لي. نعم دكتور. مقتنعين. زين هسه نيجي على كلمه الانت. شنو الانت؟ الانت هو المتاصل، المتاصل اللي هو جاي بالوراثه، يعني مواد من الله مبرمجة وراثيا وجايتنا. اوكي سمك الجلد، كمية الافراز، نوع الخلايا، وهكذا، تمام عيني؟ زين. اذا we live in
a microbial world. وين احنا عايشين؟ في عالم ميكروبي. Our bodies are constantly surrounded by شنو astronomical numbers of شنو microbes. Okay. In addition to the microbes themselves, the molecules they produce, يعني احنا مو بس نواجه الميكروورجانيزم وانما شنو نواجه the molecules they produce and some molecules from other environment sources. وقسم من عندها من جاتنا من